Active Citizens is a global British Council project. Here in Egypt, we help young people to set up initiatives to improve their community. They identify the problem, they come up with a solution. We give them the skills and support to make it happen. انا اشتركت في البرنامج بتاع المركز الثقافي البريطاني مواطن فعال اثر فيا في حاجات كتيره قوي 6400 انا هبدا ان شاء الله بالمبادره ان انا هشتغل بالاطفال لان شايف ان الاطفال دي اداه للتغيير في المجتمع في الفتره اللي جايه فانا هشتغل على موضوع واحد هو موضوع التحرش بالاطفال ودي جات لي قصه من بنت زينه اللي هو تم التحرش بها حركت حاجه فيا ان انا لازم اعمل حاجه واحس بدوري او المساله المجتمعيه اللي المفروض ان انا منوط بيها في المجتمع فانا هشتغل على موضوع المسرح التفاعلي معايا اطفال انا اشتغلت معاهم ووصلت لهم ازاي ان هم يقدروا ان يعبروا عن نفسهم وازاي ان هم يبقى ليهم دور بكره وبعده ان هم كل واحد عنده طاقه او عنده حاجه يطلعها المبادره ليها هدفين هدفين رئيسيين واحد تعزيز مبدا المواطنه ما بين الشباب بس كل واحد على طريقته الخاصه هنا هشتغل على المشكله القبليه او المشكله الطائفيه اللي بيعيشها المواطن الصعيدي او المواطن القصري عامه لان المشكله القبليه الناتج بتاعها بيحدث الان في مدينه اسوان جرائم قتل كتير اي مشكله قبليه بتحصل في محافظه الاقصر اللي بيحلها يا اما المشايخ يا اما العمد يا اما القيادات الطبيعيه انا هشتغل على دي وفي نفس الوقت هشتغل على الشباب هنقول لهم الخبرات اللي انا اكتسبتها في الثلاث ايام دي للشباب دول زي مهارات الاتصال والتواصل عدم النزعه التوصيل مبدا المواطنه مبدا الهويه الهويه الشخصيه والهويه المجتمعيه ازاي انا اخلق من الشاب ده مسيحي ان كان مسلم إن مواطن فعال يبني مجتمع متكامل مسيحي ومسلم يعني اوصل للمجتمع المثالي ما بين الاثنين لما نزلنا القريه شايفين ان اكتر حد هيتاثر بمشاكل المياه الفلاحين او الصيادين ففكرنا ان احنا نبدا نتكلم معاهم ونعرف مشاكلهم وحلولها من وجهه نظرهم. رفع سعر الجوت واسعار الجوت عامه يعني ترفعوه لو رفعتوا سعر الجوت بقى اخر السنه الفلاح لا انا ما كنتش اعرفها اتعلمت ان انا نفسي بدات افكر مش بس بنظرتي انا للميه ان الميه ممكن تكون ملوثه او ان الميه مش موجوده بشكل بسيط هحط فلتر او هحط الكلام ده لا بدات احس ان في مشاكل اكبر من كده ومعاناه اكتر من كده في مشاكل الميه احنا كنا متخيلين ان اغلب المشاكل هتبقى بسبب القاء مخلفات اكتشفنا ان ورد النيل عامل لهم مشكله جامده جدا في بعض الاوقات من السنه خصوصا في الصيف تقريبا بيغطي كل سطح الميه ده بيعمل عمليه منع ليهم ان هم ينزلوا بالمراكب بتاعتهم عشان يصطادوا ما بيقدروش يعملوا ده كمان بيعمل عمليه تعفن للميه لانه بيمنع عمليه تهويه الميه فبالتالي السمك بيموت غير ان هو بيستهلك كميه ميه كتيره جدا فده كمان بيضر على مستوى البلد مش على مستواهم هم بس كافراد فكرنا في معانا اسر مترابطه عشان كنا عايزين نحل المجتمع المصري بشكل كامل. امبابه بطبيعتها بتقابلها بنقابل فيها تحديات كتير قوي،
منها التعليم، منها الصحه، منها تقبل الاخر، منها تقبل افكار جديده. ان احنا ننزل ونحكي لهم نحكي لنا على مشاكلهم الشخصيه كان حد كبير جدا. فقدرنا ان احنا نغير امبابه، هنقدر نغير المجتمع ككل خالص. البلد مش كده يعني، في كتير كده وده اللي قدرت مع الاسره المترابطه تحققه في الفتره اللي فاتت، ان هي تحقق 300 فرد قادر ان هم يكونوا اسره مترابطه. اتواصل مع اللي حواليا، مع اكتر حاجه في البيت، اكتر مشاكلنا بتبقى في البيت، وبعد كده اصحاب والبيئه وكل حاجه، بس اهم حاجه التواصل. كان في مشاكل بتقابلني زمان في التربيه بتاعتي، قدرت ان انا افهم اتخطاها، وان شاء الله اولادي يطلعوا ما فيهمش سلبيات. مش عارفه اربيهم ازاي زي ما اهلنا كانوا بيربونا، فكنت حاسه بس ان انا كنت هخاف شويه ان يبقى عندي اولاد وهتحط في نفس المواقف، بس دلوقتي لا الحمد لله مش خايفه الخوف ده يعني. بسبب ان في البيت عندي مشاكل كتير ما بين مامتي وبابايا، فبالتالي انا قلت ممكن ان انا استفاد من المبادره دي واقدر ان انا احل المشاكل ما بيننا. اتعلمت ان انا اتعامل مع الناس من غير خوف في الشارع طبعا.